لا يوصلك إلى مكانك فحسب، وإنما يقدم لك النصيحة حول أخذ اللقاح، وإن كنت من الملقحين فتدفع نصف الأجرة فقط. مسلم صاحب توك توك في مدينة الصدر ببغداد يمنح الركاب الملقحين معه خصماً 50% تشجيعاً على أخذ لقاح كورونا. أنا مسلم وايد 2002 وايد تيك تيك ماتي علق الخصم 50% للملقحين، ولأن أنا ملقح وأدعو العالم للتلقيح. يتنازل عن نصف أجرته رغم الحاجة لها، لكنه يتنازل عنها لغاية أسمى كما يقول، غاية بات يقنع أصدقائه ليخطوا نفس خطوته من أجلها، علهم يساهموا في تحفيز المواطنين على أخذ اللقاح. أنا اليوم طيح نص الكروة رغم أنه محتاجة، بس إلي بيها غاية شجع الناس التكاتك على مود يشدون هذا الخصم 50% على مود نشجع الناس للتلقيح. شفت مسلم صاحبي مسوى هاي الحركة الحلوة، مسوى خصم للعالم، أنا حبيت أسوي مثله على مود يشجع الناس على التلقيح. التوك توك الخاص بمسلم بات معروفا في مختلف مناطق مدينة الصدر، توك توك الملقحين هكذا أضحى يطلقون عليه، فكرة بسيطة استطاع عبرها أن يروج لمشروع تناول اللقاح. صغير بعمره كبير بعطائه، مسلم يتنازل عن نصف قوته اليومي تشجيعا على أخذ اللقاح، مبادرة منه للممانعين علهم يلتحقون بركب الملقحين. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.